الناس في اليديد العيشة طيبة. والله الجزيرة كانت في البداية طال عمرك اللي فيها عبارة يعتبرون أسرة وحدة بعضهم بعض، ومشهورة بالتجارة الجزيرة، ومشهورة بالغوص. أهل الجزيرة مرتبطين بعضهم بعض كأنهم أسرة وحدة عبارة، وعندهم التجارة، صاحب التجارة تجارة، وصاحب الغوص الغوص، وصاحب السمك قوارب السمك يعني كانت مشهورة. واللي عنده حلال مثل يعني بيقول لك من أرشاب من حيوان من أشياء، كانت الجزيرة غنية بالأشياء هذه. وكانت طال عمرك سكان الجزيرة يملكون نخيل، وكانوا هالغوص، وكانوا الحمد لله الجزيرة في أحسن من الناس الآخرين. أهلها ما عندهم ضعف، لأن يملكون التمر ويملكون قوارب السمك. فإذا ذاك الوقت وقت الضعف اللي يملك تمر ويملك سمك وتجارة ما عليه شر. الرجال في عملهم، الرجال يسيرون قبل الفجر يظهرون البحر، يسيرون القبة يبون أسماك يومية. السمك كانوا يروحون يومية، ما كانت مكاين، كانت على شراع وميداف يسيرون، ويجون تقريبا الساعة 10 10:30 جايبين الخير، والباقيين في الأسواق اللي عنده تجارة واللي عنده كذا. قبل المدارس كانوا يقرونهم في المساجد، المسجد هذا فيه مطوع يسمونه، يقريهم القرآن ويقريهم ويعلمهم الكتبة أو الكتاب يسمونهم، يدرسونهم في المساجد. نعم، يقرونهم القرآن، وإذا الإنسان ختم 30 جزء يسوون تحميدة، يدوروا به هو وجماعة اللي يدرسون وياه على طول البلد، على كبر البلد يسوون تحميد إن فلان يعتبره بأنه خاتم القرآن، والناس يسابقون في هذه الأشياء. هذا عندنا في الجزيرة. الجزيرة قبل ما شي حجار، يسمونها مخازن، مخزن. فكل بيت فيه مخزنين وثلاثة ومخزن. المخزن مال الشتاء يخلوه متجه إلى الشرق على أساس أن الشمس تضيء فيه، والدهريز اللي هو حق الصيف اللي من بعد القيض وقبل القيض يسوونه مجبل شمال، هذا دهريز حق الصيف يعتبرونه، ويسوون فيه تهوية مثل درايش أو مساقط أو شيء يدخل عليهم الهواء. والجزيرة فيها تقريبا يمكن 800 بيت ذاك الوقت أو 700 بيت. الجزيرة بأكملها كلها مبناية، وما كان فيها شوارع، ما كانت سيارات، كانت سكيج مزدحمة الناس فيها. وفي 60 راحوا منهم قسم أبو ظبي، والباقيين موجودين لكن الحين انتقلوا إلى الرفاعة ولين خزام، يعني مثل ما تقول. وإن الجزيرة الأصلية اللي موجودة أنا أول ما بدأ وصل رادوا على بثري، رادوا على بثري، وفي صوت الساحل أو من الشارجة رادوا على بثري، في موجات وفيها يعني نوعية زينة. وكان اللي عنده رادو يحصل الأخبار، ولا بكل بيت متوفر فيه الرادو، بيت اللي عندهم ثروة عنده رادو، ويسألون عن العيد وعن الأشياء وعن رمضان وعن وعن، يعني اللي عنده رادو الناس يسألون ويستمعون عنده، هو يجيب لهم الأخبار. أول سيارات وصلنا لنا هنا عريبية يعني سيارات كبار، وعقب قاموا الناس أول انتقلون الناس من الجزيرة لين خت ولين الباطنة على إبل على أرشاب. لكن لما هي السيارات ويساعدن. بعدين ينا في 57 لاند روفر، وقوم عبد الكريم عندهم سيارة كبيرة عريبية ينقلون منها السامان من دبي على الجزيرة. كان أول النقل عن طريق البحر، اللي عنده محلات وغيره يجيب من دبي ومن مقويل. لكن عقب تسهلت من 57 أول سيارة هنا في 56 57 ينا سيارات في الجزيرة، وكثرن عقب استوى عدد منهم، وينتقلون الناس بدال ما يسيرون على الشاب يسيرون في السيارات، يوصلون كل مكان، لأن الجزيرة في الشتاء، أما الأربع شهور في القيض كانوا يقيضون برا ما يقيضون فيها. أكثر يطال عمرك يتجمعون بعض الناس في الميادس، والأولاد يلعبون في الشوارع في السكيج يسمونها سكة ما هي شارع، يلعبون طال عمرك، عندهم ألعاب كثيرة، يلعبون القبة
يلعبون الزبوت يسمونه، ويلعبون الغزالة والهذاك يعني مثل ما تقول، ويلعبون يعني ألعاب بسيطة داخليا بين الأولاد، ويعني يستدون في هذا الوقت. وعقب وقت يا الناس قاموا هذين يسوي عنده مثل قهوة يسمونها، من مطعم قهوة، يلعبون الورقة. عيد الأضحى طال عمرك في مصلى كبير يصلون فيه العيد، سواء أغلبية كان العيد يجينا عيد الحج بالنخل يعني في القير، لكن عيد رمضان أغلبية في الجزيرة يصلون طال عمرك مصلى، كل الناس تصلي في المصلى، وعقب ما يصلون يظهرون من المصلى طال عمرك اتجهوا للبيوت، كل ساعة بيت حد طريقوا عند هذا، وصاروا البيت الثاني والثالث والرابع، يومين ثلاث العيد هكذا يقضونها. الأعراف طال عمرك عرس كانوا يسمون عيادة، كانوا يدقون طبل الريايين، والحريم بعد بعض الحريم خاصات يسوون دق في الليل حق المعاريس من عقب المغرب لين الساعة تقريبا 11 10 ليلة العرس أو قبل بيوم. وأما الريايين لا، يسوون عيادة ويسوون يدقون طبل، يعني مثل ما تقول حفلة عودة. وعقب فترة سوى علي بروغة مطرب وقام يعني يشجع المعاريس يساعدهم بالدق مجان. ما كانت وظائف موجودة، عمل حر الإنسان مثل بيشيل البحر وبيجيب سمك أو الغوص. طبعا يسيرون في القيط أربع شهور في الغوص يبقون، لكن في أيام الباجية الغوص يروحون في القيط. يوم الناس يرحلون يسيرون مثل القيض، هذه بالغوص يروحون غوص أربع شهور ويجون يوم يرجعون الناس. الأربع شهور يقضونها في الغوص. أما هذه هل بالقحة وهل بالعامل يسمونهم اللي يبون سمك واللي يبون عومة واللي يبون غيره، يسيرون قبل الفجر وساعات حتى في الليل، لكن من الظهر ويجون العصر يجون الأسواق، يجون الأسواق مثل اللي بايعي له سمك بياخذ فلوسه واللي غير، يعني تجاره في البلد. والجزيره كان فيها حركه تجاره ممتازه. يوم الجمعه طيب يتجمعون ولا في الميادس ولا يظهرون على البر، ايام القيل الشتاء يظهرون البر برا يعني عن البلاد، لان الجزيره كانت اول دايرتها بحر وجهه واحده، البحر شوي خفيف يقدرون يظهرون فيه، يظهرون فيه يسيرون البحار ويسيرون غيره، ويجون السوق ويجون دكاكين يطالعون ويجون مثل قهوة، واحد مسوي قهوة ومسوي شيء، وعقب يجون الرادو يسمعون الرادو وش يقول شو يتكلم، يعني سمعه الرادو، ما كانت تليفونات ما كانت اتصال إلا بالرادو. هاتي طول عمرك رأس الخيمة طبعا مشهورة بالسفر بالأسفار، يسافرون أهالي رأس الخيمة، لكن هذه الجزيرة عندهم غوص. الغوص هذا يعني يوم ما شيء فيه سبع ثمان قوارب كبار مع الغوص. الغوص مشهورة الجزيرة بالغوص، اللي يجيب سمك واللي يجيب محار من جريب يفلقه، والعصر يودي السوق يبيعه الحصبة اللي فيه يعني القماش، والريال هذاك، وحد يسير مثل البر يجيب الحطب، وحد عندهم أدباش كثيرة وعايشين يعني كلهم من هذا الشيء. والجزيرة كانت يعني غنية بالمال، وفيها سوق كبير فيها دكاكين يمكن 20 دكان فيها، والناس هذا البدو يسكنون قرب الجزيرة على أساس أن عيشتهم الجزيرة، لأن الصبح البدوان هذيل ما عندهم عيشة، يجيبون حطب على أرشاب ويبيعون على هالجزيرة ويتغدون ويتقهويون ويشهرون وروحوا. كانت مكسب عيشة الجزيرة، كانت غنية بالمال وغنية بالحيوان، كان عندهم الله يعزك البقر وعندهم الدبش وعندهم الأرشاب اللي في الجزيرة، ما يحتاجون إذا بيسيرون مثل بيتحولون ما يحتاجون أرشاب من برا، الأرشاب اللي في الجزيرة موجودة يكفي حق النقل إلى الباطن واللي غيره. ما كانت رعاية طبية عندنا، يستعملون الوسم واحد إذا يهذا، ويستعملون عقب يتنحبون مع الحمى والبندور وهذا عقب فترة. الحريم يعالجن الأولاد والريايل يعالجون الريايل، يوسمون، كانوا فيه ناس مشهورين حق الوسم. الدكان يجيبون الدكان الكبير مثل جماعة عبد الكريم والجماعة يوم دبي، والباجين يسيرون مقيوين
مثل يونيتين عيش وطحين وسكر وغيره يبايع بالجملة ويبيع في دكانه ويحصل يعني يشتري مثل بقول لك المن العيش الكيس العيش مثل ب40 درهم يبيع يحصل فيه 5 ريال 4 ريال 3 ريال والباقي الأشياء والتمر أكثر يبيعون تمر يصيرون داخل البلد الله يعزك حمير مثل واحد بياخذ أغراض من الدكان بيته بعيد وصله حطه على الحمار ووصله جزيرة كانت فيها ثروة وهل يزير يملكون نخيل كثيرة والنخيل ذاك الوقت اللي عنده نخل وعنده تمر يعتبر تاجر ما يحتاج شيء السمك موجود والتمر موجود إذا وجد عند الإنسان تمر وسمك معناته أنها استكفى البيت اللي احنا ساكنين فيه يمكن فيه 3 مخازن وفي طوي وفي مطبخ وفي ميلس يعني بيت معتدل لا بكبير كبير ولا بصغير واغلبيهم عندهم يعني الجزيرة فيها اغلبيهم بنى ما في مثل سعف قليل نادر اغلبيهم بنيان والبنيان كان طال عمرك من الحصى من البحر يجيبونه ومن اليص يحرقونه يسوون محاري ويحرقونه ويدقونه ويسوونه يص البيت طال عمرك الحين فيه نتولف الى 5 و7 و8 و10 عند البيت عن كثر بقله المخزن هذا الواحد يرقد فيه الريال وزوجته وعياله ما كان كهرباء فيه فنر حريم كان نقوم بالطبخ ماشي خدامات ماشي شيء كل حرمه في بيته تطبخ زايد لما حكم وسوى الامارات يعني جمع سوى الدوله رحمه من الله سبحانه وتعالى الناس عاشت الناس اطمأنت ونعم خير يعني ما كانت الناس تتوقع ولكن نتوقع ان بنكون على هذا المستوى الاول لما جينا الطبيب من برا يعالج هي طبعا من مصر نتعجب نقول متى يوم من الايام بيكون عندنا طبيب واذا بينا مدرس اول ما بدأ بمصر نقول متى بيكون عندنا مدرسين من عيالنا يدرسون فالحمد لله اصبحوا اليوم وصلوا نعم وصلوا القمر دولة الامارات في هذا التدريس وفي التعليم هي بلد عمرها صغير لكن فعلها اكبر